يمكنكم مشاهدة فامبرينا يومياً على ديزني جونيور، لكن الآن وقت لحظة سحرية أخرى. عندما يسرق مغني أغنية فتيات الغول، هل ستتمكن من تأليف أخرى قبل موعد الحفل؟ نحن فتيات الغول، وطالما كتبنا أغنية مرة، سوف نكررها. أظن ذلك، بل سنبدأ مجدداً. لكن بدأ العرض بالفعل، إذاً علينا أن نسرع. إنها فكرة مجنونة حقاً، لكن من يفعلها فهو أنتون. بابي، تعزفين على الطبول بشكل رائع حقاً، وبريجيت، تستطيعين أداء عزف آخر منفرد. سنفعل هذا معاً، أنتما معي. أجل، لنفعل هذا. صفقوا بمخالبكم للفائزين في مسابقة صوت الصراخ، فتيات الغول. واحد، اثنين، واحد، اثنين، ثلاثة. لقد كنت خائفة أن يكون مستقبل الفرقة انتهى. في نشعر مثلك، هذا لن يكون الحفل الأخير. هيا نخرج طاقة الإبداع، استعدوا الآن للاستمتاع. خفافيش، كان ذلك رائعاً. بغناء بات أغنيتكن لم أعلم ماذا سوف تفعلن، لكن تذكرت أن ابنتي لا تستسلم. حاولي وحاولي، هذا ما تقوله لي دائماً. كنتن أفضل ما في حفل البوب، أفضل من عزف، أفضل من غنى، أفضل من ظهر. حسناً حسناً يا فتيات الغول، يبدو أنكن مدهشات أكثر من بنطاليا الذهبي. الحقيقة قد تكن جيدات، جيدات جداً. لسنا فقط جيدات، بل أعز صديقات. بالتعاون معاً، ألفت فتيات الغول أغنية رائعة بديلة، وسريعاً ما رقص الجمهور على الأنغام المذهلة. واصلوا المتابعة للحظة سحرية أخرى، ويمكنكم مشاهدة فامبرينا على ديزني جونيور.